لمشاهدينا، للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب عبد ربو جديع. أهلا وسهلا بك معنا عبد ربو. إذن في سياق ردود الأفعال التي شهدتها مجزرة الحوثيين الذين ارتكبوها في محافظة مأرب وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، كيف تابعتم ردود الفعل المحلية والدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على هذه الاستضافة. بالنسبة لردود الأفعال ممتازة جدا يعني، ولأول مرة نسمع إدانات دولية ومن سفارات دولية، وبعد أن كانوا كل عمل يقوم به الحوثي يبرروه للمجتمع الدولي، لكن أصبح الآن معروف وأنه إرهابي وآخر ما قام بهذه المجزرة البشعة الذي راح ضحيتها 21 شخص. وبالنسبة للردود الدولية أشوفها بالنسبة لي جيدة وممتازة، وضحت للعالم أن هذا الحوثي لا يعترف بأي مواثيق دولية، وأن صمت المجتمع الدولي هو الذي شجعه على ارتكاب مثل هذا الجرائم. يعني هذا التفاعل الدولي، المدنيين، نعم، هذا التفاعل الدولي والمحلي أيضا من المنظمات المحلية التي أصدرت عدة بيانات تدين قيام الحوثيين بهذا القصف المروع، هذا التفاعل هل تعتقد أن الرأي العام المحلي والشعبي هو وراء هذا التفاعل بعد أن قاموا بحشد أصواتهم والحديث والصراخ حول هذه المجرى التي ارتكبها الحوثيون، وبالتالي تم التفاعل من قبل المنظمات المحلية والدولية؟ ويجب محاكمته في كل المحاكم الدولية والمحلية. نعم، يعني ما لا أدري إن كنت قد سمعت سؤالي، لكن كنت قد سألتك على الرأي العام المحلي والشعبي الذي تحدث ويعني في مواقع التواصل الاجتماعي أو على كل المنصات، هذا الأمر أو هذا الالتفات الشعبي حول محافظة مأرب وحقوقها، ما هل ترى بأنه دفع المنظمات الدولية والمحلية للتفاعل مع هذه الجريمة؟ نعم، أنا ألاحظ أن هذا الجريمة لقيت إدانات من المجتمع المحلي ومن الدولي، وأنها أفضل من غيرها من الجرائم السابقة التي لا يتحدث عنها لا رأي محلي ولا عالمي. هذه الجريمة أصبحت يعني يعرفها العالم كامل، السفير الأمريكي، السفير البريطاني، الدول الأوروبية. أنا أعتقد أن الجهد المحلي توضيح هذه الجريمة أنه كان ممتاز جدا. أيضا وبين جماعة الحوثي جماعة إرهابية. بالأمس أيضا محمد علي الحوثي القيادي في المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين دعا إلى إجراء تحقيق في ملابسات القصف الذي يقولون أنه أو ربما يتملصون منه، فكيف تنظر إلى دعوة محمد علي الحوثي في إجراء تحقيق دولي لهذه الجريمة؟ هم دائما جماعة الحوثي تعمل، مش غريب يعني، لا علي ولا عليك ولا على الشعب اليمني، دائما يعملوا جرائم هم ينكروها. هم أول قالوا أول شيء قالوا هذا الطفلة المحروقة في سوريا، هذه من صور من جمهورية سوريا، وبعد أن بينت وسائل الإعلام في ثلاجة الموتى الجثة إمامهم وبالتاريخ وبالساعة وأم وزيارة إلى أهل الطفلة وهي تتحدث أم الطفلة، ما عرفوا إيش يقولوا، قالوا تحقيق، نطلب تحقيق. دائما يعني ما يعملوا الجريمة وينكروها، هذا معروف شيء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب عبد ربو جريح.